فيضانات، زلازل، تنكيس أعلام، غياب وجوه، حكينا بمصر وجوه فنية، غياب وجوه سياسية. نعم. يعني الله يستر. لكن تونس يعني رح نترحم على 2023 لأنه في ناس يعني قالت لي كيف عم تقولي أنه تونس ستصبح يوما ما مثل الإمارات. تونس خضراء بالخلال السنوات الجاي تونس ستزدهر وما كأن تونس حاليا، وراح تصير إعمار واقتصاد وسياحة، لكن مش هلأ. بس من هلأ لوقتها في كتير من الكوارث التي يعني بدنا نقول شي 2023 رح نترحم على هذه السنة؟ صحيح. عن جد عم تحكي؟ نعم رح نترحم على سنة 23 و22 و21. اف 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 هي ال 24 وال 25 وال 26 المقبل أسوأ، كل شيء جاي أسوأ. لا نيشان، لغاية نهاية ال 26 بدك نعيش الليلة لآخر ال 26. طيب رح ننتقل لتوقعات عالمية ولا عندك فرنسا شيء؟ فرنسا، نبدأ فرنسا و إيمانويل ماكرون. قلت إنه الرئيس ماكرون بيزور نعم سوريا ولبنان. سوريا ولبنان هلا في توقع هي. رح تحكي عن زوجته السيدة الأولى بريجيت؟ نعم. عن جد تحكي؟ صحيح. أوكي. أرى أن زوجة الرئيس الفرنسي ماكرون ستمر في أزمة صحية حرجة، مما يجعل الرئيس الفرنسي يلازم زوجته طول فترة علاجها، وأتمنى لها السلامة. الرئيس ماكرون بلبنان من جديد ولحدث مهم، وسنرى الرئيس الفرنسي ماكرون يزور سوريا ومصر خلال المرحلة المقبلة، وربما بالأشهر القادمة ممكن يزور العراق. مرته للرئيس ماكرون بتمر بوعكة صحية بتخلص منها ولا؟ بإذن الله بتخلص. بتخلص منها، سلامة قلبها مسبقاً. رح نحكي عن الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي. نعم. تطورات حرب روسية أوكرانية بتجعل العاصمة كييف تقترب من ساعة الصفر، وروسيا تسجل أكبر إنجازات هذه الحرب، ومشاهد الانتصار تنتقل ما بين روسيا والحلف العربي الداعم لروسيا لإنهاء هذه الحرب. وأرى أن مصير الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد أصبح على المحك، يعني إذا بدك ما بشوفه بأوكرانيا لبعدين. الرئيس زيلينسكي غائب عن المشهد الأوكراني. نعم. هيدا هو التوقع. صح. وجود الرئيس الروسي وجود الرئيس الروسي بوتين في أحد مطارات العالم تيثير الكثير من الجدل وعلامات التعجب، ويسبب ضجة إعلامية واسعة، وخاصة وهو يتوعد ويهدد من قلب هذا المطار. أف يعني الرئيس بوتين بيكون بزيارة. نعم. بمطار. صح. بيصير في بلبلة وضجة، تغطية إعلامية obviously بشكل واضح، ولكن بيصير في وعيد يعني بيهدد من أرض هذا المطار خلال هذه الزيارة. صحيح. أوكي. بريطانيا. بريطانيا عم نحكي عن الملك تشارلز والملكة كاميلا وولاده والأسرة المالكة. الأنظار على الأمير هاري لحدث هام في قصر بنكهام، والملك البريطاني تشارلز يفاجئ العالم بخبر يتعلق بالتاج الملكي، وهنا المفاجأة بين أبناء الملك تشارلز. هلا شو هو لمين رح يورط هالتاج؟ مين رح يكون الملك المقبل في بريطانيا؟ الله أعلم. رح نحكي البابا. عن الحبر الأعظم. نعم. عن البابا فرانسيس الأول في الفاتيكان. الأنظار والإعلام على البابا الفاتيكان، وذلك بسبب حدث مؤسف، وصحة البابا سنة 2024 على المحك، والناس تؤدي الصلوات نشوفها بالشارع وتدعو له بالشفاء. الصين وتايوان وأمريكا يقتربون من المواجهة العسكرية، وأراهم على شفير الحرب إن شاء الله. الصين و تايوان وأمريكا يقتربون من المواجهة العسكرية، وأراهم على شفير الحرب. على شفير الحرب. نعم. بس تعرفي زعلتيني بالتوقع عن فرانسيس الأول إنه يصاب بوعكة صحية، والناس عم بتصلي له يعني أمريكا. طال الله بعمره. الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس جو بايدن. ستكون أمريكا أمام فترة إغلاق حكومي مؤقت، وعدد من الخدمات الحكومية تتوقف بسبب هذا الإغلاق، والآلاف الموظفين نشان الحكوميين في أمريكا قد لا يحصلون على رواتبهم.
وسوف يسبب هذا الإغلاق خسائر مالية فادحة وغير مسبوق على الصعيد الداخلي في على الصعيد الداخلي هي بعمرها ما صارت بتاريخ هذه economic crisis أزمة اقتصادية. نعم، وأخيرا أرى حالات من القتال والقتل والشغب داخل أحد القواعد العسكرية الأمريكية لحدث مؤسف. يعني بيفلت الملأ بأمريكا هلا إيه هيك شايفة. اجتياح عدد كبير من الغربان السود سنراها تنتشر في سماء أمريكا وأوروبا وعدة دول أسيوية وعربية، مما يثير القلق والخوف من هذه الظاهرة الغريبة والمخيفة. غربين سود. نعم، غربين سود. أيوة، بأمريكا وأوروبا. أوروبا وعدة دول أسيوية وعربية، مما يثير القلق والخوف من هذه الظاهرة الغريبة والمخيفة. عملية تفجير تطال أحد أحدث السفارات في العالم وتثير موجة من الاستنكار والقلق والحذر عن بعض السفارات حول العالم التي أراها تحت أجواء هذا التهديد والخطر، وهي سفارات عربية أكثر من أجنبية للأسف. كيف ليلى عيدي لي التوقف عملي معروف شو بيصير؟ عملية تفجير تطال أحد السفارات نشان في العالم وتثير موجة. أحد السفارات مش الأمريكية، ما بعرف، وتثير موجة من الاستنكار والقلق والحذر عند بعض السفارات حول العالم التي أراها تحت أجواء هذا التهديد والخطر، وهي سفارات عربية وأجنبية. سفارات عربية وأجنبية بس أكثر عربية. بس أكثر عربية، لكن نعم. السفارات العربية في العالم في خطر. صح. الصين ستكون أمام مواجهة حرب كبرى وتجعل موارد الغذاء العالمي على أبواب الخطر، لذلك أرى الصين تتخذ كل الإجراءات والاحتياطات لتخزين المواد الغذائية المهمة استعداداً لهذه الحرب بال24. وكأنه ناقوس الخطر بالصين. كنتي رح تحكي عن الرئيس أوباما ليلى؟ صحيح، حطتها هون نشان. الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بيكون أمام وضع صحي طارئ، مما يستدعي دخوله إلى المستشفى وهو في وضع حرج وحالة حرجة جداً. هلأ فيروس هو أو مدامته، لكن اثنين عندهم شيء صحي بال2024. إذن الرئيس أوباما وزوجته ممكن أوباما هو يكون أو يمكن يعني. هو نعم. لكن الرئيس أوباما في المستشفى بسبب إصابته بفيروس. ألمانيا ستكون تحت رحمة الطبيعة، وأرى عدة عوامل طبيعية تضرب بعض مدن ومناطق في ألمانيا وبتشكل كارثة تجعل الناس تهرب وتستغيث. الحكومة الألمانية بتكون على عتبة إصدار قرار قاسي نشان ولافت يتعلق بترحيل آلاف النازحين والمهاجرين الغير شرعيين في ألمانيا، وقد يصل هذا القرار إلى بعض الأشخاص الغير مرغوب بهم في ألمانيا، وفي تنكيس أعلام بألمانيا بال2024.